ما يزال التقرير الذي نشرته المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا يثير جدلا واسعا، حيث أشار إلى أن شركة بين قوسين إسرائيلية تدعى النورس للأمن الملاحي هي التي تقدم خدمات التأمين للرحلات البحرية وسفن الشحن في قناة السويس بمصر بترخيص من السلطات الإنقلابية في مصر، وهي أيضا تؤمن الحماية لنقاط عدة أخرى بالبحر الأحمر في موانئ عربية وإفريقية أخرى. المزيد حول هذا الأمر وما جرى في محاكمة الرئيس مرسي مع ضيفنا الداعية المصري المعروف الشيخ وجدي إغنام. بعد التحية فضيلة الشيخ، هل استغربتم لخبر الحماية الإسرائيلية لقناة السويس؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. كل الشكر لله عز وجل ثم لقناة الحوار، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلكم دائما منارة للخير ولمعرفة الحق. طبعا مش مستغرب اطلاقا لما يبقى واحد امه يهوديه زي الخسيسي هذا، امه يهوديه ندخل بالعائلات، يعني بدون ما ندخل بالعائلات، مش عائلات حبيبي، ما هو ده الاساس. ما انت بتقول الشركه اللي هي بتعمل الملاحه دي شركه ايه؟ انت قلت يهوديه، طب امال يهوديه ليه؟ اسرائيليه. نعم. او اسرائيلي؟ لا اسرائيل لا، نحن نقول كيان الصهيوني، طيب لكن احنا هم دول خلينا على الموضوع نفسه عشان المصطلحات الاعلاميه اللي المسموح بها بالقانون والتحفظات اللي حضرتك. نعم، ما فيش تحفظات ولا حاجة، أنا مسؤول عن كلامي وأنتوا مش بتملوا علينا اللي احنا نقوله، خلي بالك، بس أنتوا مش بتحفظونا زي هم. نعم، بس أنا علي دور أن أوضح في هذا السياق. تفضل دكتور. نعم، يعني أنتوا مش ماسكين ورقة ولا حاطين بتاع في ودننا وبتحفظونا نقول إيه زي نعم. ما هم بيعملوا. صحيح. لا، أنت بتجيبني بقول رأيي. صحيح. فده رأيي اللي أنا مسؤول عنه. نعم. أنا بقول لك إن هذا رجل أمه يهودية، دي حقيقي. طيب أمه يهودية هيعمل إيه؟ هيهود البلد، واتكتب قبل كده تقارير وكان كلام واضح جدا، مصر تحت الاحتلال اليهودي، ما حدش قال له أنت بتقول إيه للكاتب اللي بيقول كده. مصر فعلا تحت الاحتلال اليهودي. ليه؟ لأن هو لما عمل الانقلاب بتاعه، هذا الخائن عمل الانقلاب وقلب، ما فيش ولا واحد أيده. وشفنا في الأمم المتحدة لما راح وزير الخارجية بتاعنا بتاع الانقلاب اللي اسمه فهمي ده، وقعد أول ما بدأ كلمته 122 دولة، بص الرقم 122 دولة قاموا وسابوه، سابوه كده يعني احتقروه. ايه؟ لأن احنا مش معترفين بالانقلاب اللي انت عملت، ما عدا بعض الدول العربية والكيان الصهيوني. فطبعا ما حدش معترف بيه، عشان تاخد بالك من الاساس ازاي. بس طيب هيعمل ايه عشان يعترفوا بيه؟ اليهود قالوا له امشي معانا واسمع كلامنا، واللي احنا نقول لك عليه تعمله مقابل ان احنا هنضغط على امريكا تعترف بالانقلاب، وتضغط امريكا على الدول الاخرى عشان يعترفوا بيك. طب ايه اللي مطلوب منك؟ اهو بقى زي ما انت قلت حضرتك، إن شركات يهودية هي اللي تعمل التأمين بتاع الملاحة بتاعت القناة، إنك تدمر الأنفاق بتاعت حماس، إنك تقفل معبر رفح، إنك إنك إنك، ولسه اللي جاي أسخم، اللي جاي أسخم. بدأ بقى كلام اليهود يبقى صح من ناحية إيه؟ أمريكا بلد الحريات اعترفت، وجاء جون كيري وقال إن إحنا بنؤيد، ما معناه يعني مش بالنص كده، إن هو بيؤيد الانقلاب العسكري، وبس طبعا حطها تحت ايه؟ انه بيحاربوا الارهاب واحنا معاهم في محاربه الارهاب. مين؟ ده هم الارهابيين، هم اللي عملوا الانقلاب، هم الارهابيين. فطبعا البلد متباعه لليهود، يعني بموجب معاهده كامب ديفيد سنه 79 المفروض ان مفيش طيران مصري يكون في المنطقه دي. اليهود قالوا له لا، اطلع بطيران واضرب في سينا، وفتح ليهم المجال ان اليهود يخشوا بطياراتهم يضربوا المسلمين في سيناء في ارض مصر. وانا عشان كده كفرته، انا قلت ليه ان هو كافر؟ لانه هو اتفق مع اليهود. وطبعا ده والعياذ بالله في القران. طيب. آيات كثيره. نعم. جدا. فضيلة الشيخ، انت واحد من المتهمين في المحكمه
مع الرئيس مرسي وضمن 14 متهما، ولم تحضر بطبيعة الحال جلسة المحكمة. ما الذي وصل إليك؟ ما التهم التي وجهت إليك في المحكمة؟ أولا لازم تصحح الكلمات. مين قال لك إن دي محكمة؟ هي دي محكمة؟ يعني بص يا أخي الحبيب، لما أنا أقول لك يا أخي أنا بدعوك إلى عقد نكاح، فبتبقى عارف إيه؟ إن في عريس، أيوه، في عروسة، في فرح، أيوه، وفي معازيم، ها، وفي عقد هيتم. مش دي الأركان بتاعت الفرح؟ طب لما تيجي النهاردة أنت تقول محكمة، محكمة يعني إيه؟ يعني قاضي محترم، مش مرتشي، مش خاين، مش عميل. طيب، اتنين، في متهم. ثلاثة، في مواد اتهام. أربعة، في متهمين. في فين الكلام ده؟ هي دي محكمة دي؟ هو اللي حصل مع الأخ مرسي محكمة؟ محكمة يعني إيه؟ هم دول قضاء؟ عمرك في حياتك في تاريخ القضاء شفت قاضي يتغمى يغموه بعينه الأهبل العبيط عشان يودوه يتحقق مع رئيس، والرئيس يقول له أنت عارف أنا فين؟ أنت مين اللي جابك الأول؟ انت جاي متغمي مش تخلي عن اقول ايه، مش عارف، انا بحترم بس القناعه عشان كده بمسك الفاظي. في قاضي يتغمى بعينه، يبقى ده مش قضاء، دول مش قضاء. اتنين، انت النهارده يا قاضي انت اللي رايح تقول انا رايح اعمل محكمه مع سياده الرئيس، منهم واحد صليبي، خلي بالك. مين اللي معينك في المحكمه؟ وزير العدل. بص الكلمه، العدل، عدل، فين العدل؟ فين العدل؟ دول خونة، عصابة، عصابة سرقت الرئيس وقلبت على البلد ولغت الدستور ولغت مجلس الشورى ونهبوا البلد، حرامية. يبقى مين اللي معين الوزير العدل؟ الحرامية. ولما وزير العدل يقبل انه يبقى مع الحرامية ويقسم نعم معاهم، هنقول بقى مين لكن بقى اللي عموما وزير العدل؟ نعم، هي واحدة لكن عموما بس. جرى الذي جرى، جرى الذي جرى، وجاء مجموعة القيادات منهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام العريان وغيرهم، وثم جاء الرئيس مرسي، لكن يبدو أن كل الشخصيات لم يوجه لها شيء سوى تلك الدقائق التي جرت مع الرئيس مرسي. أم لديك معلومات أخرى؟ يا أخي الحبيب، ده تهريج، دي مهزلة. أنت بتقول أنا موجود مع المتهمين، طب وهو كاتبين قدامي هارب. أنا سايب مصر من 2001، 13 سنة أنا برا مصر. ها؟ يبقى يجي واحد يقول لك أنت متهم وهارب، يبقى ده كذاب ولا مش كذاب؟ ما أنت تحرض عن طريق الإنترنت وغيره. طب استناني يا حبيبي بقى. أمال علي جمعة كان بيعمل إيه لما قال اقتلوهم وطوبى لمن قتلهم؟ ما كانش ده تحريض؟ طيب بلاش كده. أنت بتحاسبني على تهمة تحريض على القتل، أوكي؟ طب واللي قتل؟ اللي قتل 6000 نفس في 9 ساعات وحرقهم وحرق المستشفى الميداني، محدش بيحاسبه؟ محدش بيحاكمه؟ يعني انت جاي تحاسبني على تحريض وسايب القتلة؟ سايب القتلة؟ طيب تعالى حاجة تاني، كم واحد ماتوا في الاتحادية؟ 10؟ انت بتحاسب على 2 ماتوا، امال الثمانية التانيين فين؟ امال الثمانية التانيين فين؟ طيب الرئيس اللي انت بتحاسب عليه انه هو حرض على القتل، اوكي، وبتقول في ناس ماتت، فين مساعدين الرئيس؟ فين وزير الداخليه ايامها عشان يجي يتحاسب؟ وبعدين انت بتحاسب رئيس قعد سنه بتحاسبه على قتل 2، امال حسني المجرم قاتل 800 و5000 جريح في 25 يناير، مين حاسبه؟ مين حاكمه؟ ولا هو ولا وزرائه ولا اي ضابط من ضباطه بيتحاكم؟ يبقى ده تهريج ولا مش تهريج؟ ده تهريج. تقول لي محكمه؟ محكمه هم الاول طبعا كانوا هيحاكموه على انه ايه؟ التخابر مع حماس، وطلع طبعا منظرهم من قلب 60 نيله، ازاي تخابر يعني؟ هي حماس عدو؟ طب اذا كنتوا انتوا بتروحوا تقابلوا الكيان الصهيوني، يعني البرادعي لما كان نائب رئيس راح للكيان الصهيوني، والتاني ده عمر ولا عمرو مش عارف موسى راح عند الكيان الصهيوني، يبقى اللي يروح هناك ده مش تخابر، واللي يتكلم مع حماس تخابر؟ قالوا طب لا لا، احنا نحاسبه على الفساد المالي. الراجل ما كانش بياخد مرتب، ما كانش بياخد مرتب، اللي كان وزير الدفاع بتاعه بياخد 2 مليون في الشهر، 2 مليون جنيه.
طيب يبقى نعمل له ايه؟ نقول له تحريض على قتل ايه وهبل ايه وعبط ايه؟ يكفيكوا خزي والله العظيم، مسخروا القضاء المصري. اصبح القضاء المصري النهارده مسخره، الناس بتقول هو ده القضاء الشامخ، نعم، مش كفايه خيبه. ما أبرز نعم الملاحظات التي خرج بها وجدي غنيم من ما جرى مع الرئيس مرسي والطريقة التي تصرف بها الرئيس مرسي داخل قاعة ما سيسمى المحكمة؟ أولاً خلينا نرد على كلامهم اللي بيقولوا أنتوا شعب وإحنا شعب، ليكوا رب ولينا رب. جميل. الرئيس بتاعنا غير الرئيس بتاعهم. رئيسنا جاي على رجله نازل محترم، رئيسهم جاي على سرير بيشدوه. يعني أنت هتقول لي والله عفوا عفوا شيخ وجدي، إذا تحدثت بهذا المنطق فكأنك تسلم بما ذكروا، يعني عندما تكلموا بهذه الطريقة الناس انتقدوهم، فهل نحن نماهيهم بالحديث بنفس منطقهم؟ نعم، واحد بيكلمك بمنطق، واحد بيقول لك لكن أنت يعني أكبر من هذا المنطق. بدليل اهو جايين يحاكموا ناس على ان الناس من عندهم ماتوا. طب والناس اللي قتلوا دول وال6000؟ انا بكلم واحد بكلامه. انا كنت بتكلم الكلام ده قبل كده والناس بتزعل مني وتقول لي انت يا شيخ وجدي بتكفر، انت مش، طب اهو هم اللي بيكفروا نفسيهم. المهم رئيسنا جاي على مع رجله التحفظ على أي محترم، تكفير يعني. نعم رئيسنا جاي على رجله محترم، التاني جاي نايم على سرير. هتقول لي المرض محدش بيشمت فيه؟ لا، ده مش مريض، ده بيدعي المرض، بدليل انه بعد كده قايم على رجله واقف. امال بقى جاي ربنا زلك وانت جاي على سرير وعامل نفسك مريض ليه؟ زي ما اكون انا راجل غني وربنا عاطيني فلوس واشحت من الناس، ولو الشحاته دي ذل، فده ذل في الدنيا. اتنين، رئيسنا لما جه انتوا جايبينه في عربيه ميكروباص، امال كنتوا جايبين التاني في طياره ليه؟ بتتكلف 500 مليون 500 نص مليون 500 الف عبال ما يجي بالطياره الهليكوبتر. ثلاثه، لما رئيسنا دخل بعز بيزرب الجاكيت بتاعه، ولما نادوا عليه المتهم قال انا مش متهم، انا رئيس جمهوريتك، انا رئيس جمهوريتك. قال له روح البس البدله البيضاء عشان انت محبوس حبس احتياطي. قال له لو انت تقول لي انا محبوس فين حبس احتياطي هروح البس البدله بتاعت البيضه زي ما انت بتقول. قال رفعت الجلسه، معلش في اللفظ، شفت الطرطور بقى، طرطور والريس طرطور وغيره طراطير، ما دي حكومه الطراطير عشان ما حدش يزعل بس. وبعدين انت لو انت فعلا بتقول دي محكمه زي ما بيصفوها، طب ما تزيحها على الهوا. مش انت زعت محاكمه حسني على الهوا؟ يقدروا يذيعوا دي على الهوا؟ لقطات بسرعه بسرعه من اللي جايبينها، ولذلك ده تهريج في تهريج. والحمد لله، والله بأقسم لك أخي الحبيب، ناس كثيرة جدا كانوا ضد مرسي دلوقتي بقى مع مرسي. ليه؟ بيقول لك الراجل ده قعد سنة، بتحاكموه على إيه؟ أمال التاني اللي قعد 32 سنة ناهب البلد فين هو؟ فين هو اللي عطيت له إفراج؟ إحنا النهارده انقلاب الموازين، وطبعا لازم تنقلب لما يبقى رئيس المحكمة الدستورية العليا، لما يبقى رئيس نادي القضاء الأعلى في مصر، هم اللي حاضرين الاثنين الجلسة اللي قلب فيها السيسي على الرئيس مرسي، يبقى في دي قضاء ولا في قضاء؟ لا يا أخي والله العظيم ده تهريج. لما واحد حرامي يقول لك تعالى اقسم معايا السرقة وتقبل انك انت تقسم معاه، يبقى انت حرامي زيه، يبقى محكمة ايه ده؟ تهريج ايه وهبل ايه؟ ما كان عاطيني 5 سنين، فاكر؟ ما كان قبل كده انا محكمة عسكرية واخد 5 سنين سجن وانا بره برضه ايام حسني. ليه؟ قال لك وجدي غنيم بيغسل ايه؟ غسيل اموال. انا غسيل اموال؟ بغسل اموال في انجلترا يا سيدي. يعني انجلترا هبلة وعبيطة ومصر هي اللي بتنبهها، بتقول لها خلي بالك وجدي غنيم يا اخي الحبيب، دول ربنا فضحهم في القرآن في سورة يوسف، قال الله عز وجل ثم بدا لهم اللي هم عايزينه. مره كان اخ محامي ومسكوه ايام حسني وبيعذبوه، قال لهم ده ضد القانون ما ينفعش انا حرف. قال له ولا قانون ايه؟ يلا القانون جاكت، يلا اذا كان الجاكت واسع بنضيقه، اذا كان ضيق بنوسعه، قانون مين يلا؟ فالله يقول ثم بدا لهم اهو قانونهم اللي بيعملوه اهو، ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ان امراه العزيز شدت سيدنا يوسف من ورا، يبقى كان بيجري وهي اللي شدته. طب
وهو الآيات بريء. الآيات ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. تسجنوه ليه؟ وحيث أن المتهم بريء يسجن. ده كان في مصر قديما خلي بالك، وهو دلوقتي الحديث. الآيات التي ظهرت في هذه المحكمة ويود الشيخ وجدي غنيم تسليط الضوء عليها لعموم من يتابعنا الآن. انتوا لو بتقولوا بتحكموا الرئيس وبتحكمونا على قتل الناس في الاتحادية، كم واحد مات في الاتحادية؟ انتوا قلتوا 10. طيب بتحكموا على 2، امال فين الـ8؟ انتوا شعب واحنا شعب. مش بقول لك يا اخي الحبيب، مش بقول لك اللي عايز يحاكم ده حاكم على الكل. في وقعة حشر فيها قتل، 10 قتلوا، ها؟ لا احنا بنحاسب على 2. طب والـ8؟ الـ8؟ لا. طيب وجدي غنيم بقاله 13 سنة بره مصر، حرض على القتل؟ ازاي حرض يعني؟ اصل والله عن طريق الانترنت او عن طريق، طيب واللي وقف قدام الجيش وقال طوبى لمن قتلهم، اقتلوهم. علي جمعة، ده مش تحريض ولا تحريض؟ ده تحريض ولا لا؟ حد حاسبه؟ حد حاكمه؟ طيب الرئيس لما كان موجود كان عنده وزير داخلي؟ المفروض انت بتحاسب الرئيس زي ما حاسبت حسني مبارك على قتل الـ800 في الاول، جبت وزير الداخليه بتاعه حبيب العدلي. طب فين وزير الداخليه ايام مرسي؟ ما جاش ليه عشان يتحاسب على الـ10 اللي ماتوا، او الـ2 اللي انتوا بتقول عليهم، والـ8 بتوع الشعب التاني دول ما لهمش قيمه؟ ده تهريج يا اخي الحبيب. والحمد لله ان ربنا فضحهم وكشف سترهم، اهو مش عارفين يطلعوا شريط المحكمه، قعدوا صوروا 7 ساعات عشان يطلعوا مونتاج مش عارفين برضه. طب وحتى الشيخ، اللقطات نعم شيخ وجدي غنيم، برأيكم شيخ الأزهر لا حس ولا خبر كما يقال، ماذا عنه؟ خد ال 35 مليون من الإمارات يا حبيبي، ما خلاص. الله يقول في أول سورة، أوائل سورة هود، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها في الدنيا وهم فيها لا يبخسون. واحد عايز الدنيا مش عايز الآخرة، خد يا سيدي، خد ال 35 مليون ورجع. مش ده اللي كان قاعد مع تاودرس في لحظة ما السيسي قلب؟ يعني معناها إيه؟ معناها ان هو مع الحكم العسكري ضد اخوه مرسي المسلم الملتزم بدينه الملتحي حافظ القران اللي مراته محجبه. لا، كل ده مش عند الشيخ الازهر، وانا طبعا بقول الشيخ الازهر بس احتراما للقناه عندكم، لكن هو له تسميه عندي تانية. ككلمه اخيره ماذا تقول شيخ وجدي؟ اقول الحمد لله، ربنا يزيد فضايحهم ويكتر فضايحهم، وربنا يخزيهم في الدنيا قبل الاخره. الحمد لله، اتس جونج داون، نازله نازله مصر، نازله ان شاء الله على ايديهم، وهتترفع على ايدين الاخوه والمسلمين، وهيرجع ان شاء الله اخوك مرسي ويصحح المسيره باذن الله. مزيد من الصبر، مزيد من الثبات، وربنا يزيدهم فضايح عشان يعرفوا اللي بيأيدوهم ادي اللي انتوا بتأيدوهم، ادي الظلم، ادي الظلم، ادي الخيانه، ادي السرقه، حسبنا الله ونعم الوكيل فيها. أشكرك جدا فضيلة الشيخ وجدي غنيم، كنت معنا من الدوحة.